السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أداة حلوة جدا بتوفر علينا الشغل، وهي الأداة اللي اسمها Auto 3D View Generator Tool. ده بيعمل ايه؟ ده بيشوف الروم اللي موجودة ويبدأ يعمل لها 3D. يعني أقول له أوتو، فبيقول لي أنت لازم تدخل على الأوتو ديسك تبقى عامل حساب هناك. فبقول له ماشي، اديله الايميل، واديله الباسورد، بعد كده بقول له اوتو فيو جنريتور. فبيقول لي يعمل اختصار وليكن ايه مثلا. هو بيقول لي ان انت عندك 6 غرف موجودين في المشروع، فهو عملهم له. هو بيقول لي ليفل 1، وبعد كده اسم الروم اهوت، تمام. بعد كده ليفل 1 وهكذا، برضو نفس الفكرة. لو جينا هنا في ليفل 2 وقلت له اوتو، وقلت له مثلا سميها ال، اهو عمل لي ليفل 2، وبعد كده اسمي الغرفة وهكذا.